يبعت لك قتلك انت الثانيه. اوه هلا وقت تحكيني. سلامتك يا ام محمود، سلامتك. الله يسلمك. انه ما حكيتي لي شلون صار الحادث؟ اتفركشت وقعت بالمطبخ. الله ستر ولطف، منيح اللي انفدت برجلك. يعني مو عاجبتك اجري؟ لا لك ما هذا قصدي، قصدي يعني منيح لا سمح الله ما وقعتي على راسك، كانت انقرفت رقبتك، تصوروا انت ماشي مقروفه رقبتك، شلون بدك تمشي قدام الناس؟ كنتي صرتي مسخره. عم تفاولي علي كمان؟ لا يا ام محمود لا تفهميني غلط، انا ما عم فاول عليكي، انا عم اشكر الله اللي نجاكي بهالوقعه. ورجلي اللي انكسرت. بتتجبر، اشتغلي شغلة وقت، كلياتها شهرين، ثلاثة، أربعة، بتصيري بتنطي عليها مثل القردة وأحسن. شفتي؟ شفتي يا أم تحسين شفتي؟ شفتي على المصيبة اللي صارت لي؟ شهرين ثلاثة بدي أقعد أنا بالبيت، لا طلع لا فوت. مين بده يجيب لي كاسة مي؟ مين بده يعقدني لهذاك الصوب؟ لا تحكي لهم أم محمود، أنا من هالناحية كل ما صار عندي وقت بنزل بطلع عليكي وبشوف شو لازمك. كتر خيرك، بدي أعذبك. لا عذاب ولا شو اسمه، هذا واجبنا. الله يكبر واجبك. انه عجبك على هالفصل البايخ اللي عمله فيه الاستاذ جميل؟ شو عمل معك؟ رحت لعنده مثل ما قلتي لي، قام رفض يديني. بجوز ما معه، بجوز ها مو اكيد. شلون ما معه؟ ما انت قلتي لي انه ربحان شي 3 ملايين باليانصي؟ صحيح انا قلت لك، بس الظاهر طلعت انا غلطانه، مو جميل اللي ربح الجائزه الكبرى، طلع جميل هداك شي تصايح الثاني مو ساكن مصايحنا. إيه سمعت هيك شي، وسمعت إنه ساكن قريب منا، بس ما فهمتي لي بأني بناية ساكن؟ لا عرفت ولا بدي أعرف، الموضوع من أصله ما بيهمني، شو بدنا نشحد وشحادي نحنا، ربنا سبحانه وتعالى يرزق من يشاء يا أختي. آسفة أم تحسين ما بقدر أقوم ساوي لك فنجان قهوة لأنه رجلي مكسورة، ما بقدر أمشي عليها أنا. خليكي مرتاحة أنا بقوم بعمل قهوة. لا أم تحسين عدي ما بدي أعذبك أنا. لا ما في عذاب منو مبدئية بساويها. ما بدي هالغلبة، عدي أم تحسين. لك لا غلبة ولا شيء، هلا فنجان القهوة رح يتعبوني. قايمة قايمة ساوي لك أنا فنجان قهوة، لا خليني أقوم. لا خليكي مرتاحة بدي أقوم. وصلاة محمد ما بتقومي بقى أم تحسين، شو قصتك أنتِ؟ لك شو أنا غريبة؟ لك مو قصة غريبة وما غريبة وقريبة وما قريبة. لك شو القصة؟ ما عندي بن. يا سلام وهي شب أشوش. وقفي. ورجيني. عم تغشي بالبنت ام محمود؟ ايه انت حسين هاي بنت؟ ايه والله ما لها شوارب، فكرتها شب، يلا ما صار شيء برجعها. ام محمود صار لك زمان عم تغشي بالبنات؟ لا ما صار لي زمان، بس مو مكسوره اجري انا ام تحسين، ما عطصيت الشب من البنت. وشو دخل رجلك بعينك؟ ام تحسين بني ادم شقف ونتاف، وكل شقفه موصوله بالثانيه، ما بتعرفي هالشيء ام تحسين؟ بعرف لكن ما بعرف. يلا كملي لعب. ما بدي بطلت العب. مسحوب مغلوبها. يا ستي مغلوبة، أصلاً صار وقت بدي أطلع أطبخ. شو بدك تطبخي؟ طمني ببعث لك صحن. صحن شو؟ من هاللي بدي أطبخه؟ إيش بدك تطبخي؟ لسه ما قررت، لشوف أبو تحسين شو بده يجيب لي خضرة بطبخ. قومي شوفي مين أم تحسين أوان. أمي أمي أبيض وأبيض وقع الصوبة، صار الشحوار مال البيت، صار مثل الثلج الأسود نازل. وفرحانة كثير، أمشي وراي لشوف. لك شوفي شوفي، لك وين رحتي ام تحسين؟ يا ريتني شارطة كنت كسبت، بس شو بيعرفني بدها تنسحي؟ يلا خيرها بغيرها. لعبك ابو محمود بس ما بتغش. لك وين حطيتها ابو محمود؟ ما شفتني ما اتصيتني. رح يسحل عقلي. حطيت عقلي بكفي، وين حطيتها؟ المقوصة. لي على انتو الحظ اللي لي، ما فرحت بالملايين نساه. لو بدي اخرب البيت فوقاني تحتاني بدي لاقيها. وين حطيتها؟ ما تكون واقعه مني امبارح وقت مزعك. وينها؟ المقوصه وينها؟ تعي تعي يبعت لك فالش. شو جابك لهون؟ تعي حبيبتي تعي لقيتك مال الحلا ما بدي. لقيتها. محمود لا تبعت لي من خورفك كام مصاري، كدسهم فوق بعضهم لقيت لك ماشي، لمين طالع بخيل ما كنت افهم. وين بدي اخبيها؟ صح الا شي يد غريبه تسرقها كمان، لازم اخبيها. وين بس يا ربي وين؟ لقيت الحل،
لا تلحقوني. تعي حبيبتي تعي. ويني؟ هون حاطه. تعي. هيك لا بتضيع ولا حدا بيسرقها. ما بكفي. ايش حاجة؟ يلا نضبي لك. لا تنام بين القبور ولا تشوف منا ما تحشر. ها؟ لك ايه تعي. هلا بدي اقومها ورجلها مكسوره. يا ريتني اخذت المفتاح منها. اهلين ام تحسين، شو جايبه معك؟ هذا صحن من الغدا اللي طبخته. فوتي اهلين بالحامل والمحمول. فوتي ام تحسين. فوتي حبيبتي حنونه انت. لقيني ام تحسين. اخ على مهلك ام محمود، على مهلك. لا تستعجلي شوي شوي. ام تحسين عم تنقز نقز. معناتها ابو تحسين متوصل كثير باللحمه. ما جاب لحمه اليوم. يلا فراريج اعطيها. نحن ما بنحب الفراريش. لكن شو طبختي؟ هلا بس تغدي بتعرفي. وين رايحه؟ تعالي. رايحه احط الصحن بالمطبخ. هاتي هلا باكلهم انا. تعالي هلا بس تجوعي بتاكلي. راح احطه بالمطبخ. طب جوعانه انا لاني فطرت بكير اليوم. هاتي مصره يعني؟ هاتي الترابيزه لقلك. تعالي هاتي قربيهم. صحتين وهنا. على قلبك. يلا بخاطرك. شو هاد ام تحسين؟ تعي لهم. شو ها؟ شوفي مجدره. ايه مجدره. عملت لك اياها بزيت الزيتون، جايبتهم من عفرين خصوصي الك. طيبه بتاخد العقل. حدا بيجيب لمريض مجدره؟ ايش بها المجدره؟ انسحكوا عليها بالراديو وقالوا انها مغذيه ونافعه. وما سمعتي شو قالوا عن اللحمه والفراريج؟ ما حكوا شيء غير عن المجدره. كتر خيرك. شو اللي عندك انا؟ ام محمود تقبرني لا تعتبي علي. انت بتعرفي بير وغطا. ابو تحسين طلع تقاعد ولهلا معاشه ما طلع، يعني بالحاله مو بحبحه. لا بدي اعرف البير ولا بدي اعرف غطاء. هذا انت؟ بخاطرك ام محمود ببقى بنزل لعندك المساء. ناس ما بتستحي تقتل قتيل بتكشف بجنازته. قتيل؟ مين يقتله؟ ام محمود مين اللي قتل قتيل؟ قتيل وين قتيل؟ مين قتيل؟ شو بعرف ليك ام تحسين؟ قالت لي شو قصدها؟ انا ما قلت لها شيء. لا مش شلون ما قلت لها شيء؟ فتحت لي الباب وبوزها شبرين وقالت لي مثل القتيل بنمشي بجنازته. هزت لي كتافه ومشيت. هلا يعني انا اذا جايبت لك الفواكه والدواء مو معناتها انه انا المسؤوله او جاي كفر عن ذنبي؟ ايوه انا ينقطع لساني اذا فتحت انا تمي بكلمه. هي سالتني وكثرت غلبه شبه عيني. قلت لها تفركشت بالمطبخ ووقعت. هذا اللي قلت لها يا انا. ما مشكله. شلون رجلك؟ اخ يا انا اخ يا انا اصابيعي ليكي ليكي شلون دائرين ما عم يتحرك وما عم بقدر اتحركهم. شوفي من هون لهنيك ما عم اقدر امشي ومن هنيك لهون ما عم اقدر امشي. نفس الشيء اتجاه معاكس. ما مشكله ما مشكله حبيبتي. انا جايبت لك الدواء اللي كتب لك عليه الدكتور. اذا اخذتي منه عبايه وحده بتيب وجعك. تقبري قلبي يا هنا يا حنونه انت. ويلا فرصه ام محمود ترتاحي ببيتك شوي. لا انا لا اذبحيني ولا تقلي لي لا تطلعي من بيتك. ما بقدر. بدي اروح لعند الجيران اطمن عليهم عن اكبارهم شو طابخين ومو طابخين شو. لا اطمني حبيبتي اطمني. الجيران كلهم بخير. خليكي انت مرتاحه. بس تغديتي هنا؟ يا شلون بدي اتغدى هلا جيت من الوظيفه. انا بوشك على المطبخ. جيبي معلقه وتعالي كلي لك لقمه مجدره كثير طيبه. قال عاملتها بالزيت البلدي من عفرين جايبتهم الزيت. صحتين وهنا. هلا انا بروح بتغدى مع اولادي. ليش شو طابخه؟ ما طبخت شي بس عندي كيلو كباب بدي مدهم بالصينية وحطهم بالفرن مشان غدي الأولاد. كباب؟
يعني حتعملي لحمة بالصحن؟ ايه ها هي أكلة مو مجدرة حتى لو زيتاتها كانوا من عفرين. ايه تكرم عينك، هلا بس تستوي الصينية ببعث لك شقفة منهم، خليني هلا أروح مشان مدة. سلامتك هنا، بس لا تقطعيني شقي علي كل شوي وشوي. ايه تكرم عينك أم محمود، ليكي إذا مليتي تسلي بالفواكه ماشي؟ تسلموا إيديكي هنا، ليش عزبتي حالك حبيبتي؟ وإيديكي حبيبتي لا أزعم لا شيء بخاطري. مع السلامة يا حنونة أنتِ. خرب بيت هالأم تحسين شو غبية وشو سئيلة، لك حدا بيجيب مجدرة لمريض؟ تبعت غير أكلة. يلا الله رزقني بلحمة بالصحن، هي أكلة مو مجدرة، يلا لقوم كبهم. لا ليش لكبهم؟ خليهم بيلزموا، خليهم لبعد بكرة بركي ما حدا جاب لي شيء، بيلزموا. هذا انت يا ام محمود؟ شو اللي قومي؟ مو رجلك مكسوره والدكتور قال لك لا تدوسي عليها، شو اللي جابك؟ فوتي فوتي فوتي. جيت اسالك انا مشان الدواء، شفت يكون مو مزبوط، ولي اذا اخذته بيصير لي شيء معناته. ليش ام محمود شو بيعرفك انه الدواء مزبوط ولا لا؟ ليش بتعرفي تقري اجنبي؟ لا بس بعرف مايز، شوفي هنا. شوفي هذا الاحمر نفسه على الراشيطة، وهذا الاخضر كمان نفسه على الراشيطة، بس هذا هنا مو نفسه على الراشيطة، ليك شلون هي مدوره ومعكوف دنبه مثل الحلزون. على الراشيطة شوفي اذا بدك، على الراشيطة مثل البسطون هيك طويله. هنا هنا ليكون الصيدلي مخربط معك وعاطيكي دواء لكسر الايد بدل كسر الاجر. لا اطمني ام محمود لا تخافي، هو الصيدلي قال لي انه الدواء الثالث مفقود، قام اعطاني واحد مشابه له. شو يعني مشابه؟ يعني مو نفس الشيء؟ الحمد لله منيح لي ما اخذت منه ليكون ما بينفع. لا اطمني ام محمود لا تخافي، مشابه يعني نفس التركيبه، خدي منه ولا تخافي. وليش مغيرين اسمه؟ كل شركه بتحط الاسم يلي بدها اياه على ادويتها، فهمتي؟ بدك الصراحه؟ لا ما فهمت، اذا نفس التركيب شلون بده يكون له غير اسم؟ هلا خدي المجدره فيها عدس وبرغل وبصل وزيت بصير اسمها غير مجدره؟ بيصير. شوفي ام محمود، هلا لو اخذنا البندوره والبيض والبصل وخلطناهم مع بعض شو بيصير؟ بيصير جزماز. وفي عالم بتسميه شكشوكه. هلا الجزماز صار اسمه شكشوكه؟ كل واحد بيسميه حسب ومعتاد ام محمود، والدواء هيك نفس التركيبه بس كل واحد بيسميه شكل. يعني اخذ حبين؟ خدي. انت المسؤوله هنا، اذا صار لي شيء انت بتعالجيني. خلاص انا المسؤوله. زكاتك لكان كاسه مي خليني ابلع على هالحبين. تكرم عينك. شاطره هالهنا باللف، يا سلام. هي تامن غدا بكره، صحن المجدره اللي بالبراد بخليه غدا لبعد بكره. تفضلي ام محمود. تسلموا ايديكي هاتي الحبين. تكرم عينك. شرفي. يبعث لهم قتلهم كل مره شكل بيساووا الدبع، شي فقس شي على جناب. في العافيه. يعافي قلبك، شو هنا شايفتك عم تلفي ملفوف، جميل بيحبه. احترت شو بده يطبخ له لبكره. معلشي راحت معك الاكله يومين. هاتي لساعدك تعي. لا لا تعزمي حالك ام محمود، انت روحي على بيتك ارتاحي انا بشتغل لحالي. لا ما بيصير لما ساعدك ام محمود، مثل ما قلت لك تقبري قلبي، روحي على بيتك وارتاحي وريحي رجليك. مرتاحه انا مرتاحه، هاتي لساعدك، ما بيصير انت تعملي هدول كلياتهم. تقبري قلبي ام محمود، انت ارتاحي وما عليك انا بشتغل لحالي. حلفت لساعدك، قومي جيبي الكرسي. لشو الكرسي؟ مشان القي رجلي عليه. ام محمود حبيبة قلبي، انت تسطحي وشعلي التلفزيون تتفرجي عليه بس ارتاحي. طب مرتاحة انا، قومي جيبي لي الكرسي قومي. الله يجيبك يا طولة البال. طولة البال. شرفي ام محمود. بعيد هنا قربي لي يا شوي. تفضلي. ساعديني هنا لارفع اجري. تفضلي ام محمود. جيني لشو؟ عالي كتير هنا، ما عندك أوطان؟ ما عندي. بلا عندك بالحمام، كرسي سليم الأزرق هاتي لي. يلا يجيبك يا طولة البال. طولة البال تانية.
هذا منيح، خذي هذا. تكرم عيني. أي ما قالت. الله يجيبك يا طولة البال. قربي لي هالطاولة لقلك. أي هاتي لأحشي معك، هاتي هاتي الحشوة. تفضلي. ولا قلي احشي لحالك تسلي، أنا بسليكي كمان، بشاركك مشاركة وجدانية. إلهي سليني برحمته. أي جديدة؟ إمتى بقى بده يجي يوم الثلاثة وأصرف الجائزة الكبرى؟ يا لطيف هالأيام شلون عم تمر ببطء. أخ بس مو حارق قلبي غير إني شلون ما اشتريت النمرة اللي بتربح الجائزة الذهبية 30,000. شلون؟ كانت هلأ النمرة مصمودة جنب أختها، وكنت بربح بدال الجائزة الوحدة جائزتين 3,030,000. صحيح هدول إذا جمعناهم شو بيطلعوا؟ بيطلعوا 3,030,000. ما أحوني. أم عبدو أم عبدو قد الساعة؟ 12. حبيبه قلبي صارت الساعة 12 وهنا ما راحت لسه على الشغل. حلا ترو ليش ما راحي؟ مريضة؟ لا تكون مريضة، لازم شق عليها. أنا هنا 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 افتحي. بدكم ماتت هاي كمان. افتحي هنا هنا انا ام محمود. افتحي هنا هنا متي متي هنا. لسا بكير عجيت الملان. هنا افتحي انا ام محمود، ردي علي، اطلب لك الاسعاف. معقول تكون طالعة من البيت وما حسيت عليها؟ بيجوز، بس ما فارقت الباب ولا لحظة. من بعد ما طلع جميل ما حدا طلع ولا حدا فات. أكيد لساتها جوا وما لا قدرانة تفتح. يا ربي شو أعمل؟ لازم أكسر الباب. هيا هنا 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 افتحي هنا. يا عم محمود عسى ما تكسري الباب. جاية جيتك جيتك يا عم محمود جيت. اتحمى ان شاء الله يعدموني اياكي. لا ما في شيء، بس كنت نايمة. كنتي نايمة لهلا؟ ايه كنت نايمة. خلصيني يا محمود شو بدك؟ لك يقرف عمري إن شاء الله. لو كنت عرفانة انك نايمة ما كنت ازعجتك. الله يوفقك لا تاخذيني. ما مشكلة محمود، إذا بدك شيء من البراد ليكو بالمطبخ فوتي خذي اللي بدك اياه. ما بدك تعطيني السحر؟ هلا رح تكسري لي الباب مشان السحر؟ الحقيني يلا. يلا هنا هنا. يلا خذي. وينك؟ خذي. حافظ الوصفة ولا عدلك ياها؟ حافظتها كلها سبعات بسبعات بسبعات. يلا روحي بلشي، سكري الباب وراكي يا مكسورة. هلا
الو مرحبا جميل. شو بدي لك حبيبي؟ جيب معك اكل جاهز. ايه لاني نايمة ما فيني اطبخ حبيبي. انت جيب يلي بدك اياه. يلا مع السلامة. يلا روح نعساني روح. نعساني انا. ها ليك السقف لقيته تقبرني.